بسم الله الرحمن الرحيم. أبناء الطلبة والطالبات، في الفيديو ده نبدأ مع بعض الجزء الثالث والأخير من الدوال، من استخدام الدوال في لغة السكول، وهنكمل فيه اللي بدأناه المحاضرات اللي فاتت، اللي بنتكلم فيها عن السنجل رو فانكشن، واتكلمنا فيها على مجموعة من الأنواع زي نوع مثلا الايه الدوال النصية أو الدوال الرقمية اللي هي دالة الراوند ودالة الايه دالة الترانكيت ودالة المود. هنكمل مع بعض مجموعة الدوال اللي هي سنجل رو فانكشن. تعالوا مع بعض نبص الأنواع الباقية والأمثلة اللي عليها. النوع الثالث من الدوال السنجل رو فانكشن هي دوال التاريخ، وهي عبارة عن دوال مجموعة الدوال بتعمل تغيير في داتا من النوع ديت. فتعالوا مع بعض نشوف مجموعة الدوال. أول دالة اسمها months between، عشان نديله تاريخين، نديله ديت 1 وديت 2، ويقول لي عدد الايه الأشهر بين تاريخين معينين، تمام؟ دي الدالة الأولانية. الدالة التانية اسمها next day، هي عبارة عن دالة بتحدد اليوم التالي من الأسبوع الذي يلي التاريخ المحدد. معناه إن أنا عايز أقول له ديت، عايز أقول له ايه day، معناها بيقول لي اليوم اللي في الأسبوع الايه اليوم التاني في هذا الايه في هذا إيه؟ الأسبوع، حدد اليوم التاني من الأسبوع. يعني مثلا لو أنا أعطي له تاريخ، والتاريخ في يوم مثلا 13 ده يوم كذا، يبقى أقول له كلمة day يعني حدد لي اليوم الايه اليوم التالي، اليوم اللي بعده مباشرة. الدالة التالتة اسمها add months، معناها إن أنا بديله ايه بديله تاريخ، وبقول له عدد شهور معين، بيحسب لي التاريخ الجديد، يعني بيزود عدد شهور على التاريخ الموجود عشان يطلع لي ايه تاريخ جديد. فبيستخدم في بناء تاريخ ايه جديد بناء على عدد الاشهر اللي ايه المحدد. يعني مثلا اديته تاريخ مثلا النهارده مثلا 4 يناير، وقلت له مثلا 5 شهور، معناه هيقول لي يناير ده اللي هو شهر واحد، يحط عليه 5 شهور، وبالتالي يبقى شهر 6، يبقى في الحالة دي اقول له ايه شهر ايه يونيو. في الحالة دي انا بديله تاريخ وبديله عدد اشهر بحيث يجيب لي او يخلق لي تاريخ جديد بناء على عدد الاشهر اللي انا ايه اللي انا حطيته. اخر دالة اسمها last day، هي عبارة عن دالة بتحدد اخر يوم في الشهر الحالي، معناها بتقول لي ايه اللي بديله تاريخ وبقول last day، بيقول لي اخر يوم هيبقى عبارة عن يوم ايه في هذا الايه في هذا الشهر. تعالوا مع بعض نشوف مجموعة الامثلة اللي على مجموعة دوال الايه التاريخ. بكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا، وألقاكم في فيديو قادم بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أول مثال معانا تطبيق على دوال التاريخ، الدالة بتقول months between، وأديله التاريخ الأول والتاريخ التاني، فعايز أقول له عدد الشهور اللي بين التاريخ 1 سبتمبر 93 و11 يناير إيه جانيوري 44. فالمفروض خلي بالكم إن أنا هنا بيحسب لي عدد الايه الشهور بين التاريخين دول، وبالتالي لما يطلع رقم بالمنظر ده معناه ان هو 19.6، معناه ان في عدد من ايام حسبها كجزء ايه كسري. يعني طبعا انتوا عارفين الشهر 30 يوم، وبالتالي هنا بيجيب لي عدد الشهور بين تاريخين انا بحددهم، والتاريخ بيتحط بين سنجل كوز زي ما اتفقنا، تمام؟ طيب لو قلت له اد مانسز واديته تاريخ واديته 6، معناه بقول له ضيف 6 شهور على الشهر اللي هو جانيوري، وبالتالي يبقى جولاي. 6 جانيوري يعني يناير يعني 1، اضيف عليه 6 يبقى 7، يعني شهر جولاي اللي هو شهر ايه 7، تمام؟ بيطلع لي تاريخ جديد، يبقى دالة الاد مانسز بيطلع لي تاريخ جديد بناء على عدد الشهور اللي انا ايه حددته، وبالتالي يزود عدد شهور 6 على الايه الشهر الايه اللي موجود. نيكست داي معناه بقول له هات لي اليوم التالي، اليوم الجمعة في هذا الايه التاريخ، والمفروض ان هو بيقول لي هنا ايه اليوم التالي اللي هو اليوم الجمعة التالي، بمعنى ان انا عايز اقول له الجمعة الجاية او الجمعة التالية لهذا التاريخ فين، هيجيب لي ايه تاريخ عبارة عن 8 سبتمبر، يبقى 1 سبتمبر 95 يوم الجمعة الايه التالي، يبقى الحد هيطلع كام، تاريخه هيطلع 8 سبتمبر 95. last day اللي هو اخر يوم في الشهر ده، بمعنى ان انا في شهور 30 يوم، في شهور 31 يوم، فبقول له اخر يوم في هذا الشهر هيقول لي 30 سبتمبر 95. ما هنا تطبيق على 4 دوال بتوع دوال التاريخ، اللي هي المانسز بتوين والاد مانسز والنكست داي ولاست ايه لاست داي. في ملحوظة خلي بالكم منها، ان في دالة اسمها سيس ديت، هي عبارة عن دالة موجودة جوه السيكول، فايدتها انها بتجيب لي الايه التاريخ والوقت الموجودين جوه الايه الجهاز.
يبقى دالة الايه اللي اسمها سيس ديت، هي عبارة عن دالة بتستخدم جوه السيكول عشان استرجاع التاريخ والوقت الايه الحاليين اللي جوه الجهاز. ودالة تانية اسمها تو ديت، هي عبارة عن دالة عشان تحمل تحويل للبيانات الى ايه تو ديت، يعني عشان تعمل اي بيانات انا اعطاها له تحولها الى بيانات ايه بيانات تاريخ. تمام، يبقى انا عندي نخلي بالنا في ملحوظتين مهمين جدا. الملحوظة الاولانية يعني في دالة موجودة جوه السيكول اسمها سيس ديت، عبارة عن دالة عشان تستخدم في استرجاع التاريخ الوقت. الدالة التانية اسمها تو ديت عشان تحول أي بيان أنا أكتبه لبيان إيه بيان ديت. تمام، النوع الرابع بقى من الدوال اللي هي الدوال السنجل رو فانكشن، هي عبارة عن الدوال التحويلية. كلمة الدوال التحويلية هي عبارة عن دوال بتستخدم في التحويل من داتا تايب لداتا تايب ايه تاني. وهتلاحظوا ان في عندك جوه السيكوال مجموعة من الدوال التحويلية، اول واحدة فيهم اسمها تو نمبر عشان يحول اي داتا او اي نوع بيانات الى داتا ايه رقمية، وفي حاجة تانية اسمها تو كار عشان يحول اي داتا موجودة عندك لداتا ايه نصية. يبقى اشهر دالتين موجودين عشان تعمل تحويل داتا تايب كلمة conversion function، هي عبارة عن دوال تستخدم في التحويل من داتا تايب من نوع بيانات إلى نوع بيانات آخر. في عندي دالتين مشهورين تو نمبر وتو كار. تو نمبر عشان يحول أي داتا موجودة إلى داتا رقمية، تو كار عشان تحول أي داتا موجودة إلى داتا إيه داتا حرفية. تمام، أول مثال معانا في عملية تحويل البيانات هو المثال رقم 17، دي فيه بحول عمود البيانات اللي اسمه هاير ديت من نوع الداتا من نوع الداتا اللي فيه نوع ديت إلى نوع بيانات إيه حرفية. يبقى بحول كده قيمة الداتا اللي عندي من قيمة تاريخ إلى قيمة إيه نصية، وهستخدم في الحالة دي الدالة اللي اسمها تو إيه كار. يبقى هي عبارة عن دالة بتستخدم في عمل تنسيق للعمود اللي اسمه هاير ديت، بتحوله من تاريخ إلى إيه إلى بيانات إيه نصية، فاستخدم الدالة اللي اسمها تو إيه تو كار، وبديله اسم الايه اسم اللي هو العمود اللي عايز احول داتا لايه اللي فيه، وبحولها الى ايه الى داتا ايه نصيه. تمام، طيب في الحاله دي انا هنا بعمل تحويل الداتا الايه الديت الى داتا ايه داتا حرفيه او نصيه. تمام، تاني مثال معانا هو المثال رقم 18. المثال رقم 18 بيقول اعمل تحويل نوع بيانات لعمود السالري من النوع نمبر الى النوع ايه نص، وصلنا دالة التو كار، وقلنا ان في مجموعة من الرموز بتستخدم عشان مثلا لو عايز احول داتا لنص بحط مثلا شكل دولار ساين، علامة الدولار ساين عايز اقول له عدد الحروف، فهنا بديله حاجة فورمات لعرض ايه القيمة الايه النصية. هنا بقول له سيلكت تو كار، بستخدم دالة التو كار عشان تحول المتغير اللي اسمه سالري اللي هو رقم لإيه نص. فالنص هنا شكله عامل ازاي؟ بقول له حط علامة الدولار ساين، خانتين للجزء الإيه الصحيح، وفاصلة وتلات خانات للجزء الإيه الكسري. لو انتوا لاحظتوا شكل الداتا المعروض اهو، علامة الدولار ساين اللي قايله عليها، المفروض ان انا بقول له خانتين، فهو لو خانة واحدة هيكتب رقم وما يحطش حاجة في الخانة التانية، اصل التسعتين دول معناها خلي الجزء الصحيح بإيه بخانتين، والتلات تسعة دول خلي الجزء الكسري بإيه بتلات خانات، فهو يحط لي هنا تلات إيه خانات. وطبعا انتوا عارفين ان الصفر يمين العلامة ما يأثرش، وبالتالي هنا حط إيه صفرين. احنا بنحدد تلات خانات للجزء الكسري، وحدد خانتين للجزء الصحيح، فهو موجود من خانة واحدة فكتبها، وحط فاصلة بالإيه الرقم. تمام، وحط علامة الدولار إيه الدولار ساين. تمام، يبقى دي هي شكل مجموعة من الرموز بتستخدم مع دالة التو كار زائد علامة الدولار ساين عشان يظهر ايه الدولار ساين، تسعات عشان ابين عدد خانات الارقام. تمام، يبقى هنا في الحالة مجموعة من الرموز عشان ابين او اعرض الداتا النصية بشكل ايه بشكل معين.